الهيكل، ارسال قوي واستقبال وكره تانيه بتيجي، وعبد الحليم فهيم عبو بيحط كره، هي دي اللي احنا اتكلمنا عليها في بدايه الشوط الاول، بعيده عن حسام يوسف اهي، سريعه مفتوحه بيحطها بقوه من فوق. فاصل ونراود معكم الحوار حول مباراه الاهلي والزمالك، واستقبال وكوره في اربعه واحمد يوسف، ويلا يا عزب، ولكن عصرا. بص محدش يعمل الكوره دي غير عبد الله عبد السلام من سته في وقت صعب جدا، بينهي الشوط الثاني 28-26 صاحب الحلول، والفرحه كلها موجوده اهو قدامنا من المدير الاداري الى اصغر لاعب. ارسال قوي جدا من احمد صلاح، وكره بتطلع وبترجع تاني وبتترفع، وصلاح صاحب الكلمه الاخيره، وبينهي الشوط الثالث واللقاء 25-20، وبكده توج النادي الاهلي بطلا لمسابقه الدوري العام المصري موسم 23-24 بفوز مستحق 3-0 على نادي الزمالك في